صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بفقرة الطبخ. اليوم حضرت لكم مثل ما حكيت المرة الماضية يقطين بطحينة، اسمه شيخ بطحينة. حضرت لأربع أشخاص تقريبا يقطين مقطع. طبعا هلأ أنا قطعته مسبقا بس خليت شوي مشان أعلمكم كيف منقطعه. زيت نباتي طبعا مشان أقلي ويقطين. هاي الطبخة لازم ينقل اليقطين. لحمة مفرومة أو رأس العصفور، عصفور حسب ما ترغبوا. طحينة، كاسة طحينة، كاستين تمر هندي نقعتهم وعصرتهم طبعا مسبقا، معلقتين سمنة، ملح وفلفل. هلا رح نشوف طريقة تقطيع اليقطين تبع الشيخ بطحينة. طبعا بيختلف عن تقطيع أبو بسطي، بدها تكون القطعة رقيقة مو سميكة بس طولها أطول. هلأ رح بلش اليوم بالزيت. نفس الوقت رح أقلي اللحمة، جهز اللحمة لبين ما أقلي اليقطين. كمان ممكن اللي ما بيحب السمنة يستبدلها بالزيت. اليقطين قلينا، طبعا قلينا لحتى صار لونه ذهبي. لاحظين لونه بشهي. اللحمة طبعا قليتها لحتى نشفت ميتها. هلأ بضيف اليقطين فوق اللحمة، قلبهم شوي مع بعضهم. بحط لهم شوية مي صغيرة. وهلأ رح أرجيكم كيف يعمل الطحينة مع التمر هندي ونضيفها لطبختنا. هلأ رح أخفق الطحينة مع التمر هندي. هلا بعد ما خلصنا خفق الطحينة مع التمر هندي رح ضيفهم فوق طبختنا. هلا حنستنى عليها 5 دقائق لحتى تغلي، بعدين بنضيف لها الملح والفلفل بتكون طبختنا جاهزة إن شاء الله. هلا تقريبا طبختنا استويت، رح اضيف لها رشة فلفل ومعلقة ملح. طبعا الملح والفلفل مثل ما حكينا حسب الرغبة. ممكن في ناس كمان بيحبوا يضيفوا لها جوز مقطع، طيبة بالجوز، هي حسب الإمكانية كمان بترجع لكل عائلة.
طبختنا هيك صارت جاهزة. هلا هطفي النار ونسكبها للتقديم. هي طبختنا صارت جاهزة. طبعا لاحظتوا قديش سريعة وسهلة وبنفس الوقت كتير غنية وطيبة ومشبعة. عملت أنا جمبرز أبيض، في ناس بيحبوا جمبرز وفي ناس بيأكلوها تغميس. صحتين وألف هنا إن شاء الله، بتمنى تجربوهن وما رح تندموا. بنلتقى إن شاء الله الأسبوع الجاي وبفقرة جديدة وطبخة جديدة.